صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان، وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. وسؤال حلقتنا النهاردة، لو تفتكر ايه هو اول مكان اثري زرته، كان ايه انطباعاتك عن المكان، وايه كمان الحاجات اللي من وجهة نظركم ممكن تزود السياحة. خلينا نبتدي مع شاذلي، فكر اول مكان زرته ايه؟ طبعا واحنا صغيرين دايما كده في رحلة ثابتة الاهرامات. بس الجميل في الموضوع ان اول مكان اثري انت بتروحه واول رحله بتطلعها بالشكل ده مع المدرسه، انت مستحيل تنسى تفاصيلها. يعني انا فاكر كل حاجه كانت في الرحله دي، كنت في اعداديه تقريبا حاجه كده، وفاكر كل تفاصيل الرحله دي. فاكر حتى المرشد وهو عمال يشرح لنا المكان وارتفاعه 146 متر ونص تقريبا، واتبنى في قد ايه، من 20 ل 23 سنه تقريبا. عملت زي كل الاطفال وحاولت تتسلق الاهرامات؟ اتسلق لا، وادخل لا، عشان عندي فوبيا. يعني لا ده ولا ده، انا اتفرجت من بعيد وخلاص، وخدت لي الصورتين وركبت الحصان ومشيت. بس عجبني الكلام، احنا لحد دلوقتي ما عرفناش حتى الاهرامات دي اتبنت ازاي. الحجاره طبعا عارفين ان هي جت من محاجر ترى، دي من الحاجات اللي هي الثابته والمعروفه، لكن اتبنت ازاي ده اللي مش معروف. شارك في بنائها قد ايه؟ يقدروا تقريبا بحوالي من 20 ل 30 الف شخص كانوا بيبنوا في هذه الاهرامات. فالمعلومات اللي احنا خدناها في أول زيارة لمكان أثري، وزي ما قلت لحضرتك إن هي كانت رحلة، الحاجات دي لا يمكن أنساها أبدا. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال يا هدير، اقتراحاتكم لتطوير الأماكن الأثرية، أنا دايما بما إن الوضع اختلف دلوقتي وبقينا بنعتمد بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، فأنا بطلب من كل الناس الأكاونت بتاعهم واخد العلامة اللي هي الفيريفيكيشن، واخد العلامة الزرقاء دي، متوثق إن هم بيقدروا يوصلوا لأكبر عدد من الناس، خصوصا لو معاهم لغات كمان، ان هم ينزلوا الاماكن الاثريه الموجوده في مصر، ينزلوا ويطلعوا فيديو على الاقل لمدته دقيقه دقيقتين بالكتير قوي، يشرحوا المكان وياخدوا كام صوره كده لطبيعه المكان وجمال المكان، ويبتدوا يروجوا للسياحه بره. طالما ده هو بيعرف يتكلم كويس فهيقدر يسوق كويس. وده بيحصل كمان من خلال كتير من الافلام السينمائيه، سواء الافلام العالميه او الافلام المصريه اللي اتصورت في منطقه الاهرامات. يعني بيعمل طبعا يعني حالة أكيد من الرواج السياحي، لأن كل الناس تكون عايزة تشوف المكان، لأن المكان الحقيقة فيه شيء كبير من الإبهار والعظمة اللي موجودة في المكان ده، اللي سحره بيأثر علينا جميعا. دي نفس رحلتك برضو؟ وزي ما أنت بتقول هو دي تقريبا رحلة الطفولة الأولى أعتقد. يعني حتى لو إحنا هناخد ولادنا يزوروا مكان، أعتقد هيكون الأهرامات، لأنه يعني الأهرامات مكان فعلا ليه سحر خاص جدا. كل حتى زوارنا من خارج مصر، الناس بتكون جاية القاهرة وأول أهدافها أنها طبعا تزور منطقة الأهرامات. فيعني أعتقد كمان أنه اللي بيحصل من تطوير في المناطق الأثرية شيء يحافظ على يعني الماضي والحاضر كمان، فده مهم جدا. ويمكن حتى سلوكيات كنا ممكن نشوفها في الأماكن دي، نوع من عدم النظام، نوع من شوية غلاء مثلا في أشياء دي مش أسعارها، أعتقد أن ده برضو تحكم بشكل كبير، وده مهم جدا. مسألة كمان السوشيال ميديا والترويج على السوشيال ميديا شيء مهم جدا جدا جدا، لأنه بينقل الصورة من على أرض الواقع، وده بيشجع ناس كتير إنها تيجي وتزور المكان وتزور مصر يعني بشكل كمان يعني أوسع. لأنه اللي بيجي ما بيبقاش الزيارة بقت مقتصرة على الأهرامات أو على القاهرة، لا بيروح أسوان وممكن يروح شرم الشيخ، الموضوع بيبقى مختلف. فإنه يكون عنده رحلة مترتبة، هتيجي منين؟ هتيجي طبعا ده شغل وزارة السياحة، لكن كمان مواقع التواصل الاجتماعي بتلعب دور جامد جدا في الموضوع ده. ده بكل تأكيد، وفعلا زي ما انت قلت يعني، وهو بالمناسبة عشان الناس بتبقى جاية عايزة تعمل رحلة مكان أثري ومكان ترفيهي وكده. فطبعا احنا شفنا خلال الفترة اللي فاتت الدولة هي بتعمل متاحف، متحف في الغردقة ومتحف في شرم الشيخ، وفي كل الأماكن السياحية بقى فيها متاحف، لأنه كان السائح دايما بيروح فبيضطر ان هو ياخد يوم كامل عشان يروح لمكان اثري مثلا، وليكن في القاهره او في اي محافظه من المحافظات اللي فيها اماكن اثريه، فكان بياخد يوم فبيقتطع يوم. فطبعا من رحلته اللي موجوده في مصر، فعملنا متحف موجود في شرم الشيخ، في متحف موجود في الغردقه، في الحقيقه خطه لتطوير كمان المتاحف في كل المحافظات، في السويس، في الاسماعيليه، المحافظات في كمان بالمناسبه متحف في مطار القاهره. يعني في فصلتين للعرض في مطار القاهره، ودي حاجه برضو من ضمن الحاجات اللي بتساعد السائح كمان ان احنا ما نضيعش وقته. هتعمل ايه؟ خطتك تكون واضحه يعني الزمن، لانه يمكن في ناس تبقى عندها، وخصوصا يمكن احنا حتى في مشاهير عالميين بنكتشف انهم كانوا موجودين
بعد ما خلاص بيسافر رحلته بتبقى قصيره، ولكن مساله انه يكون عنده خطه يعني مسبقه هيروح فين وهيعمل ايه وده هياخد وقت قد ايه، طبعا بيساعد انه يزور اكتر من مكان، وهو ده اللي احنا عايزينه يعني. لانه احنا يمكن كمصريين جزء كبير من حضارتنا ومن تاريخنا يرجع للاثار اللي يعني موجوده في كل ربوع وطننا الغالي. فكمان مهم جدا ان احنا ولادنا من بدري يقروا عن تاريخنا وينزلوا ويشوفوا الاثار، وبيبقى عندهم نفس الحقيقه. ودي حاجه يمكن غريبه جدا، الانبهار وعظمه الاماكن دي ما بتطفيش. صحيح. انت حتى لو رحت زرت المكان مره واثنين وثلاثه بيبقى عندك نفس الحاله دي من الانبهار طول الوقت، وبتبقى سعيد وبتحاول تاخد نفس الصور اللي كنت بتاخدها قبل كده. وده بنشوفه ناس بتسترجع الذكريات بتاعتك بزياراتها المختلفه على مر السنين في الاماكن السياحيه. صحيح. يعني وكمان عايز اقول لك متحف الحضاره كمان، يعني احنا بنشوف الفتره اللي فاتت من يوم افتتاح متحف الحضاره ولحد دلوقتي الناس كلها بياخدوا اولادهم ويروحوا عشان بالفعل يستمتعوا بالحاجات اللي بيشوفوها هناك. ولسه كمان في انتظار طبعا المتحف المصري الكبير لما يتم افتتاحه. فمن ناحيه وجود متاحف، فالمتاحف موجوده، احنا فعلا زي ما هدير كانت بتقول محتاجين ان احنا ناخد ولادنا ونروح هذه الاماكن، ونروح الاماكن الاثريه كمان لو قدرنا، نروح الاقصر واسوان، نروح معابد، نشوف ونعرف تاريخ مصر ونعرف عظمه الاجداد كانت عامله ازاي. اعتقد دي حاجه كويسه عشان تعرفهم تاريخهم وماضيهم كمان. صحيح. وهم كمان في السنه بيكونوا يعني عندهم مش حاله هينسوها. من الشغف ومش هينسوا المعلومات دي ويشوفوا بكل تاكيد. وزي ما احنا مش ناسيين زياراتنا دي، ده برده هيصنع جزء كتير من ذكرياتهم يعني بكل تاكيد. فاحنا يعني بنسال حضراتكم عن اول الاماكن الاثريه والسياحيه اللي زرتوها لو تفتكروها كانت ايه، وايه الحاجات كمان اللي من وجهه نظركم ممكن تساعد على رواج السياحه في بلدنا. ده سؤال موجود على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وانستجرام، منتظرين اجابات حضراتكم على مدار الحلقه. وربنا دايما يصبحكم بالصحه والسعاده والرضا. صباح الخير يا مصر.